شيخ الأزهر وبرنارد شو، هل من حقي أن أختلف مع شيخ الأزهر؟ أرجو أن يكون هذا من حقي. هو ده موضوع حلقتنا النهاردة. وأكتفي من بين ما كتبه هؤلاء باقتطاف ما قاله برنارد شو الكاتب والناقد الإنجليزي الذائع الصيت الذي تعرفه الدنيا بأسرها والمتوفى سنة 1950. يقول هذا المفكر العملاق عن رسول الإنسانية محمد صلى الله عليه وسلم: إن أوروبا الآن بدأت تدرك حكمة محمد وبدأت تعشق دينه، وإن أوروبا سوف تبرئ الإسلام مما اتهمته به من أراجيف رجالها ومفكريها في العصور الوسطى، وسيكون دين محمد هو النظام الذي تؤسس عليه أوروبا دعائم السلام والسعادة، وتستند على فلسفته في حل المعضلات وفك المشكلات وحل العقد. ويقول: إني أعتقد أن رجلاً كمحمد لو تسلم زمام الحكم المطلق في العالم بأجمعه اليوم لتم له النجاح في حكمة، ولقاد العالم إلى الخير وحل مشاكله على وجه يحقق للعالم السلام والسعادة المنشودة. ثم يقول: أجل، ما أحوج العالم اليوم إلى رجل كمحمد ليحل قضاياه المعقدة بينما هو يتناول فنجانا من القهوة. السادة المشاهدين، أهلا بكم. طبعا شيخ الأزهر في المولد النبوي خرج بخطاب ديني شيق وجميل، ولكن هو تطرق إلى الكاتب الكبير الإنجليزي أو الأيرلندي الذي عاش في إنجلترا، برنارد شو، جورج برنارد شو، واستدعى كلمات منسوبة إليه أنه أشاد بالإسلام، وأنه قال أن محمد يستطيع أن يحل مشاكل العالم وهو يرتشف فنجانا من القهوة، وأن أوروبا في حاجة إلى هذا الدين العظيم، وأن هو الأوروبيين يحبون الإسلام، أو يعني المصطلح كده عنه، يعني تعشق دينه، أن أوروبا تعشق دينه، وتحدث عن حكمة محمد، وأن فلسفته تحل معضلات ومشكلات العالم. هذا الذي قاله شيخ الأزهر نسبة إلى برنارد شو. هو طبعا كثير من الدعايات، يعني أنا مش قادر أفهم في حاجة، كثير من يعني الإسلام في الفترة الأخيرة ربما شعر بنوع من أنواع الضيق، حاسس بنوع من أنواع الهزيمة. مش الإسلام الدين، ما هو المسلمين هم للأسف الشديد بيخلطوا بين الدولة والدين نفسه، فعندما تنهار الدول أو الخلافة أو تنهار الدول العربية أو يظهر عليها الضعف يعتبروه ضعفا للدين ذاته، وبالتالي يحاولون الدفاع عن الدين بأقصى ما يمكنهم الدفاع عنه، فيخرج علينا حاجة اسمها الإعجاز العلمي في القرآن، ويقعدوا في السعودية، يقعدوا يعني في أحد الدول بشكل أو بآخر تحت مظلة مالية ضخمة جدا، يحاولوا يستخرجوا من الآيات القرآنية ما يثبت النظريات العلمية الحديثة وأنها موجودة في القرآن، ويحاولوا التلفيق والتأويل والتلاعب بالألفاظ حتى يثبتوا النظريات الكونية اللي قالها إينشتاين واللي قالها نيوتن وكل العلوم الحديثة إن ده كان موجود في القرآن. طب بدل هو موجود في القرآن ما طلعتهوش ليه قبل ما التانيين يكتشفوه؟ كان أولى إن المسلمين يكتشفوا هذه النظريات العلمية الكبيرة قبل إينشتاين وقبل نيوتن. وتخرج دعايات منسوبة لمشاهير أجانب يتحدثون عن الإسلام ويشهدون به، وكأن فلاسفة العالم مبهورين بهذا الدين الجميل اللي موجود عندنا، بس احنا كمسلمين المفروض بقى نقتنع. اذا كان اجانب اهو، فيها جزء من عقدة الخواجة، فيها جزء من عقدة الخواجة، وفيها جزء من الاحساس بالضعف والاحساس بالهزيمة،
وبتحاول تعمل انتصارات في أماكن أو على ألسنة يعني ناس خارجيين فلاسفة وحكماء مش حقيقية. يعني لما ترجع للمصدر، وبعدين أنا بس بعيب على شيخ الأزهر شيء، يعني أنا أخلص عادي، أنا بمثل نفسي، أنا سامح بمثل نفسي، وساعات كتير جدا بيرجعوني المتابعين أقول سنة غلط، معلومة غلط، تاريخ مش مظبوط، ما دققتوش كويس، وأرجع أصحح عادي في حلقة تانية أصحح. إنما أنت شيخ الأزهر، وشيخ الأزهر وأنا كلمتي بيسمعها مين؟ ناس يعني محبين يعني أصدقاء ومتابعين وكده، قلائل. ولكن شيخ الأزهر كلمته بيسمعها العالم، بتترجم. يعني هذه الكلمة ستصل إلى أسماع أوروبا، وستصل إلى أسماع بريطانيا، وسيجلس الباحثين الأمريكيين اللي هم مش مجرد قرأوا جورج برنارد شو، لا، شافوا مسرحياته، وعارفين أفكاره. فأنا قصدي اللي أنا أخذته على شيخ الأزهر، شيخ الأزهر عنده جامعة، تحديده جامعة الأزهر. أنا زي ما قلت أنا فرد ألون، حتى ما عيش حد يشاركني في البحث أو التدقيق أو ما شابه ذلك، حتى ساعات المونتاج بساعد، يعني قصدي الأمور كلها ماشية بشكل كده بسيط، يعني إيه مع نفسي. إنما شيخ الأزهر عنده جامعة فيها 87 كلية، أكبر جامعة في مصر، أكبر جامعة في الوطن العربي، 87 كلية متوزعين على 15 محافظة، البحيرة فيها في ضمن دمنهور، كفر الشيخ فيها، الزقازيق فيها، المنصورة فيها، مش عارف دمياط، بورسعيد، سوهاج، أسيوط، إنا، 87 كلية متوزعين على 15 محافظة، اسكندرية فيها. يعني أنا قصدي قسم واحد في كلية واحدة كان كفيل لو طلبت منهم يقعدوا يقروا كل مسرحيات شكسبير، كل آراء، كل أفكار في يوم، إيه 60 مسرحية يقراها. وعندنا عندك أقسام إنجليزي، عندك أقسام ترجمة وإنجليزي وحاجات زي كده، يعني حتى ممكن كمان يرجعوا للنص الأساسي مش النصوص المترجمة، عشان تعرف الراجل بيفكر إزاي وبيقول إيه وإيه أفكاره. برنارد شو رجل لا دين، ولكنه متسامح مع الأديان كما وصفته يعني إيه الويكيبيديا. الراجل كان أيرلندي من أسرة متوسطة، اضطر يذهب إلى العمل وهو 15 سنة، ما كملش تعليمه، وبعدين أمه ذهبت إلى لندن لأن أبوه كان سكير وكان مدمن، وهو لحق بها في لندن وهو عنده 20 سنة ولا حاجة، وكمل حياته في لندن. ابتدى بالنقد الموسيقي، وبعدين راح للنقد الأدبي، وبعد كده بدأ يكتب روايات ما لقيتش نجاح كبير، وبدأ يكتب مسرحيات، وكان كاتب كوميدي ساخر ولكنه كان سياسي، يعني كان مؤمن بالاشتراكية الفابية، وكان انتمى لحزب العمال البريطاني. والاشتراكية الفابية دي ترجع لواحد اسمه فيبوس، حاجة كده من قبل الميلاد، يعني بفكرة انها اشتراكية سلمية، الدعوة الاشتراكية بشكل سلمي. وكان بيركز في مسرحياته على علاج مشكلة الفقر، وشايف ان الفقر ده يعني ابو الشرور كلها، يعني يأتي بعديه كل المشاكل، السرقة والنهب والقمع والديكتاتورية، كله يأتي من ايه؟ من الفقر، وشايف ان علاج الفقر ده شيء مهم جدا. ولما عطوه جائزة نوبل رفضها، وقال أنا أغفر لنوبل اختراعه للديناميت، ولكني لا أغفر له أنه يعمل جائزة نوبل، لأنه شايف أنها مش موضوعية أو تتعاطى بشكل في معايير، وأنا أخذتها وأنا غني، يعني أنا مش محتاج الأموال أو الفلوس، يعني طبعا عنده بيت في بريطانيا ويعيش عيشة جيدة. فلما خد نوبل رفض نوبل. فأنا قصدي دي الفكرة بتاعت برنارد شو، وبعدين يعني هو حط أفكاره في مسرحياته فيها درجة من درجات السخرية من الأديان بشكل عام، بيعبر لأي أي كاتب أو أي مفكر أو أي روائي، ما فيش حاجة اسمها روائي كده في الفضاء العام، لا، بيكتب دايما في رواياته ويحطها أفكاره على ألسنة أبطال قصته. يعني فيش حاجة اسمها روائي ما عندوش أفكار، لا، الروائي بيبقى عنده أفكار بيحاول يبثها من خلال كتاباته، وهو قمة يعني الحكمة. يعني ما فيش حاجة اسمها الروائي مش مفكر، الروائي مش مفكر تبقى روايات سطحية، إنما الروائي المفكر هو اللي بيكتب روايات تعيش وتمتد، مش مجرد
حكاوي رومانسية، لا يعني بدرجة أو بأخرى أي حد بيكتب رواية بيبقى فيها أفكار بتعبر عن أفكار، وده اللي حطه برناردو شو في مسرحياته الستين، 60 مسرحية. طبعا شهير، راجل كنباتي لا يأكل اللحوم يعني، وعاش عمرا مديدا 94 سنة، وكان طبعا غير مدمن للخمور بسبب موضوع أبوه، وده اللي خلاه يعني إيه يعيش بصحة جيدة على مدار حياته، ومات 1950، يعني اتولد 1840 44 ومات 1950، كان في القرن 19 ومنتصف لغايه منتصف القرن العشرين، اللي هي خلي بالك بنتكلم عن انهيار الدوله العثمانيه وتراجع الاسلام بشكل عام بقى في، يعني احنا بنتكلم ان الدوله العثمانيه انتهت 1923 وكانت بدات تنهار من الحرب العالميه الاولى، وبقت رجل اوروبا الضعيف يعني، فانت بتتكلم عن اوروبا بتنتفض ضد الدين العلمانيه، هو راجل لا ديني اصلا يعني، كمان مجرد مش مجرد ان هي العلمانيه اللي هي بتبعد الدين عن السياسه، لا هو راجل لا ديني، وزي ما قلنا في مسرحياته طبعا هي مترجمه، ادعو الناس لقراءتها، انا يعني ناوي اقرا احد مسرحياته او مسرحيه او مسرحيتين، مسرحياته لو موجوده على الانترنت او حتى لو بتباع في الاسواق، لانها ترجمت للغه العربيه، طبعا انا استطيع أن أقرأ باللغة الإنجليزية بكفاءة يعني، أو أقرأ روايات يعني اللغة الإنجليزية صعب جدا، ولكن هي مترجمة بالعربي، وأدعو الناس لمحاولة قراءتها ونسمع برناردو شو بيقول إيه وأفكاره بتقول إيه. فأنا قصدي الشاهد في الموقف إن هو ما ينفعش الشيخ الأزهر يقول حاجة مش موثقة، لأن هو يعني الأزهر ده ملوك العنعنة، العنعنة مش العكننة يعني، قصدي ملوك العنعنة، عنعنعنعن يعني فكرة توثيق الرواية مع طبعا تحفظي على فكرة محاولة ادعاء اليقين أو إسباق اليقين على المرويات، ولكن بشكل أو بآخر إحنا بنتكلم عن يقعدوا يروا يعني، مرة أسامة الأزهري قاعد يروي رواية عنه عن أستاذه لغاية وصلها للبخاري لغاية وصلها للنبي يعني، أنا يعني بشكل أو بآخر. فأنا قصدي كان كفيل يعني قسم واحد في كلية من كليات جامعة الأزهر يقعد طلبة الماجستير ولا طلبة الدكتوراه يقعدوا يقولوا لك كل أعمال برناردو شو، ويطلعوا لك ملخص لحياته، ويتتبعوا مصدر الخبر، تقريبا مصدر الخبر بيتكلموا أنه هو صحفي مغمور من الطائفة الأقاديانية في الهند، كان موجود جورج برناردو شو في الهند ساعتها في زيارة يعني، أو في مؤتمر أو في ندوة، وهو مش عارف يعمل سبق صحفي، فقال لك ده أنا قابلته قبل ما يطلع السفينة وقال لي كذا كذا كذا، ولما رجع البرنامج شو حقيقة قال لك ما قابلتش حد وما قلتش حاجة من هذا الكلام. فأنا قصدي يعني التوثيق شيء مهم، زي ما قلت أنا ممكن أقول حاجة مش موثقة، أتراجع عن حاجة أقول حاجة غلط، أنا بمثل نفسي، إنما الأزهر بيسمع مؤتمر طبعا ناهيك إنه حضروا كبار رجال الدولة في مصر، ولكن أنا قصدي كلمة شيخ الأزهر تسمع في العالم كله، ناهيك إن المسلمين أصلا موجودين في كل العالم، وخريج الأزهر موجودين في كل العالم، لأن احنا عندنا قسم للمغتربين وجايين من الشيشان وجايين من ماليزيا وجايين يعني في كثير من الدارسين باللغة العربية، فهذا الكلام هينقلوه. وبقى خلي بالك الكلام ده سمعناه كتير جدا عن منابر، يعني هذا الكلام المنسوب إلى فلاسفة غربيين أو كتاب أو روائيين أو غيره سمعناه كثيرا من مين؟ من شيوخ إسلاميين. ومعنى الشيخ الأزهر يقوله معناه أنا هتقال على كل المساجد بكرة الصبح، يعني أنا متأكد بعد كلمة شيخ الأزهر هذه الكلمة ستتردد في كل أرجاء وربوع وقرى مصر، ويطلع بقى الناس الله أكبر الله أكبر الله أكبر. النقطة الثانية، طيب نرجع نقول بعض أقوال برناردو شو بعض مسرحياته يعني على السريع، وكان نرجع نقول بقى موضوع مشاكل مصر تتحل إزاي، أو مشاكل الأمة الإسلامية تتحل إزاي، أو مشاكل العالم إزاي تتحل وهو بيحل ويشرب فنجان القهوة. قبل ما أقول كده عشان بس الناس اللي هتشتمني أو هتدافع عن شيخ الأزهر، ما تدافع وأنا مش مشكلة، أنا مختلف بس معاه في الرأي، وربما يعني تسب يعني أقذر شتائم علي وأنت فسل وأنت معرفش إيه وأنت مين عشان تتكلم والحاجات دي كلها، أنا بس أفكره كلام بيتقال من الوعاظ على المنابر إن الرسول كانوا بيعترضوا عليه، وبعدين في غزوة بدر لما سألوا أحد الصحابة قال له ده الوحي ولا الرأي، قال له الرأي، قال له ده مش رأي، ومين اللي قال له؟ مش عمر، مش أبو بكر، مش علي، مش فلان علان الناس الكبار زبير، لا حدش من دول،
ده قالها له الحباب بن المنذر. مين حباب بن المنذر؟ ما حدش يعرفه يعني، ملوش الا موقفين ثلاثه في السيره كده على هامش حياه النبوه، ولكن هذا الرجل الهامشي في حياه الصحابه يقوم يقول له ده الحرب ولا الراي، قال له ده الراي. الوحي ولا الراي؟ يقول له راي، قال له مش راي. يعني عشان بس ايه ما حدش يدي قداسه للامام الطيب او للشيخ الازهر اكثر من النبوه نفسها، عشان بس نبقى في الصوره. ولا اللي كان بيساوي الصف مش عارف في بدر، فطلع له برضه واحد قال له لا انا اقتص منك، والرسول كشف له عن ظهره وحضنه وحاجات زي كده، ومات في غزوه بدر برضه رجل هامشي كده في الايه موجود على هامش الحياه النبويه وعايز يقتص من الرسول لانه ضربه بالعصايه. فانا قصدي انتوا اللي بتقولوا لنا الناس اختلفت مع عمر، اختلفت مع ابو بكر، ان هو كان بيقول لهم قوموني بالسيف لو اعوججت، انتوا اللي بتقولوا هذا الكلام. فمحدش يدي بقى قداسه للامام الطيب، وهو طبعا شيخ جليل وامام الاكبر، ما عندناش خلاف، احنا بس خلاف على هذه النقطه الصغيره، محدش يديله قداسه اكتر من الصحابه الاوائل او من النبوه نفسها، عشان بس نبقى الايه الصوره واضحه. ده ناهيك بقى ان القران بيقول لك يعني ربي قال لي كيف تحيي الموتى، قال ألم تؤمن، قال بلى ولكن يطمئن قلبي. فاحنا بنتكلم الانبياء كانوا بيجادلوا ربنا، ده انتوا بتقولوا لنا القران بيعلمنا كده. فطبعا ايه ما حدش بقى يزايد ويحاول يلقي علينا التهم والشتائم. نشوف يعني على سبيل المثال، هو عمل 60 مسرحيه، وطبعا ادعو الناس انها تحاول تنزلها، وانا حاول انزل مسرحيه واثنين، بيقولوا الرائد بربره حاجه حلوه جدا بتعبر عن افكاره، بيوت الارامل، السلاح والرجل، الانسان والسوبرمان، سيده الجميله، وطبعا حازم قاسم حسن ترجم اعماله كامله. طبعا ساعات الترجمه الادبيه بتبقى عايزه ترجمه التصرف شويه، فانا مش عارف هذه الترجمه ستكون جيده ام لا، ولكن ساحاول ان اقرا عمل او عملين من برناردو شو. نشكر طبعا اللي هو الامام الطيب انه فتح عينينا على برناردو شو عشان نقراه ونشوف مين هو برناردو شو. طبعا بعض الاقوال المهمه لبرناردو شو، قال اغفر لنوبل انه اخترع الديناميت لكني لا اغفر له انه اخترع الجائزه. بيقول طبعا كلماته ممكن نتفق او نختلف معاها، ولكن كل كلمه منهم تستحق المناقشه والجدل ايا كان سواء اختلاف او اتفاق. بيقول كن حذرا من الرجل الذي لا يرد لك الصفعه، فهو بذلك لا يسامحك ولن يسمح لك بمسامحه نفسك. كلما امتلك الإنسان أكثر مما يحتاج إليه زادت همومه، تجاهل كل شيء يأخذ فرصتك، عش حرا، لا علاقة للزمن بالنضج، نحن نكبر من خلال التجارب. أنا مش هنعلق على أفكار ولكن هي أفكار مهمة، وخلي بالك الراجل مش متعلم، لم يتعلم جيدا، وقال التعليم ده سجن ومعتقل يعني للناس، ده تعبيره. شكسبير على فكره برضه لم يكن متعلما. الحياه هي التجارب الحقيقيه. اذا لم اعاتبك فانت لا شيء بالنسبه لي، كن شيئا جميلا فالجميل لا ينسى. الاكتفاء بالنفس حريه وليس غرورا. نحن البشر كثيرا ما نحاول ابتلاع مراره حياتنا بالاوهام. خلي بالكم الكتاب والروائيين ساعات بيبقى الكلمات رمزية مجازية. نحن البشر كثيرا ما نحاول ابتلاع مرارة حياتنا بالأوهام، فربما يكون قصده زي ما قلنا هو في كتاباته كان بيسقى من الأديان كلها، لأنه لا ديني، لا ديني متسامح مع الدين. يعني ما يجي واحد متدين مسيحي يطبطب عليه وربنا يكرمك، يعني قصدي متسامح مع المتدين مفيش مشكلة معاه، مسيحي بقى هندوسي يهودي مسلم، يعني هو متسامح، لا ديني متسامح مع الأديان. أهم مواجهة يجب أن نخوضها هي مواجهة أنفسنا كأفراد أو كمجتمع أو كدول. أنت لا تفشل أبدا إلى أن تتوقف عن المحاولة. طول ما أنت بتحاول، ناس كتير جدا حققوا نجاحات في آخر حياته، أهم حاجة تظل تحاول. أنت لا تفشل أبدا إلى أن تتوقف عن المحاولة. لا تكن كالشمعة تضيء للآخرين وتحرق نفسها، المثل الشهير أنك تكون كالشمعة تضيء للآخرين وتحرق نفسها، وده للأسف الشديد يعني كثير من المصريين بيعملوه مع أولادهم، وده مش صحيح. يعني ربي أولادك جيدا، ولكن لا تنسى أن تعيش حياتك بشكل جيد، بنصيحة بشكل عام يعني. لا أنتظر من الجندي أن يفكر، وما ينفعش العسكري يفكر، احنا داخلين حرب، ما تقوليش بقى إيه الأهداف منها، طب هي صح ولا غلط، مفيش كلام من ده. في قيادة أصدرت القرار بالحرب، ما ينفعش الجندي يفكر، لو كل واحد قاعد يفكر
بجدول الحرب ومدى نجاحها ومدى كذا والاستراتيجية اللي خلفها ونتائجها واستراتيجية، انسى، مش هنحارب، ضاع الجيش. فالعسكري أو الجندي لا انتظر من الجندي أن يفكر. قال قبل أن نبدأ في الشيء، قبل أن تبدأ في الشيء عليك أن تفكر كيف تنهيه. يحضر عفريت يعمل، يعرف الأول إزاي هيصرفه. لما تحضرش عفريت وانتش عارف النهاية، قبل أن تبدأ في الشيء عليك أن تفكر كيف تنهيه. أسس حياتك على قاعدة اسعد نفسك قبل كل شيء. الوطنية مرض، فهي شكل سيكوباتي من الغباء. طبعا زي ما قلنا ممكن نختلف أو نتفق مع كلماته، ولكنها تحتاج إلى مناقشة، يعني تثير جدل وتثير عصف ذهني، وده قيمة المفكرين والحكماء. ممكن تختلف مع أقوالهم بس في النهاية كلماتهم تثير كثير من الجدل والتفكير. الكلمة الأخيرة دي تحتاج مناقشة. الوطنية مرض، فهي شكل سيكوباتي من الغباء. هناك مأساتان في الحياة، الأولى هي أن تخسر ما يتمناه قلبك، والأخرى هي أن تحصل عليه. ممكن واحد بيحب بنت الجيران وضاعت منه وحاسس بمأساة كبيرة. المأساة الأكبر لو اتجوزها، لأنه هيعيش مشاكل حياة يومية بقى، والحلم اللي كان بيتخيله أو بيعيشه في خياله هيلاقيه مش في الواقع، أو جزء منه في الواقع أو جزء منه مش حقيقي. فبقول لك هناك مأساتان في الحياة، الأولى هي أن تخسر ما يتمناه قلبك، يعني كان عن الحب بشكل أو بآخر، والأخرى هي أن تحصل عليه. ليس هناك حب أصدق من حب الطعام. طبعا هو عاش يعني بؤس او بشكل او باخر، فربما يعني لما يعني ربنا فتح عليه ربما كان يعني بيجل الطعام بشكل او باخر. ليس هناك حب اصدق من حب الطعام. الروح والجسد شيء واحد، يقولون لك انها مختلفه لاقناعك بامكانيه الاحتفاظ بروحك ان جعلتهم يستعبدون جسدك. يعني عايز اقول الاثنين حاجه واحده، ما ينفعش الجسد يكون مستعبد والروح سعيده، يعني الروح متوافقة مع الجسد. وبقول لكم شيء واحد، يقول ليست الفضيلة في أن تتجنب الرذيلة فحسب، بل في ألا تشتهيها أيضا. أنت مش عايز ترتكب الرذيلة، ما بتحبهاش أصلا. كن كالحياة، رافق الجميع ولا تتمسك بأحد. ما أصلا أنت لو كل واحد مات وكان يعني عزيز تحزن طبعا، بس الموضوع ما يطولش. يعني قصدي تتجاوز دايما، أو واحد سابك، أو واحد يعني باعك، او ايا كان يعني الموقف في الحياه كتيره جدا. فكن كالحياه، رافق الجميع ولا تتمسك باحد. علم بلا فعل كلا سفينه بلا ملاح. كثير من الناس عندهم علم ولكن هم محتفظين بهذا العلم لنفسه، ما بيحاولش يكتبه، ما بيحاولش يقوله. علم بلا فعل كسفينه بلا ملاح. عندما يريد رجل قتل نمر يسميها هوايه، وعندما يريد النمر قتله يسميها وحشيه. خلي بالكم الكلام ممكن يكون رمزي، بيسقطوا على دول، بيسقطوا على أفراد، بيسقطوا على أي حاجة. عندما يريد رجل قتل نمر يسميها هواية، وعندما يريد النمر قتله يسميها وحشية. الرجل القوي يعمل والضعيف يتمنى. وفعلا على مستوى الأفراد وعلى مستوى الدول، القوي بيعمل الضعيف يتمنى. وأسخف دعاء ممكن تسمعه على المنابر، من يسمعه على المنابر، اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سليمين. السليم حاجة زي الفل، احنا قاعدين كده على الكنبه كنباوي زي ما بيقولوا، وان ربنا يهلك الظالمين بالظالمين. قاعدين نتفرج على المسرحيه واحنا قاعدين اخر روقان من شيش او نشرب شاي او قاعدين مروقين نشرب ليمون، انما اللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين، من اسخف الادعيه اللي ممكن تسمعها على المنابر وبنسمعها كتير. يعني بيقول العربه الفارغه اكثر جلبه من الممتلئه. طبعا كلام رمزي، يعني واحد ممكن يكون عامل صخب على الفيسبوك وهو فاضي من جوه، بس عامل دوشه جامده جدا. ربما يكون واحد اكثر منه يعني معرفه وعلما هادئ في كتاباته او في بوستاته، او مش عامل دوشه كتير. العربه الفارغه اكثر جلبه من العربه الممتلئه. الحب هو النجم الذي يتامله الرجل وهو سائر على الارض، نجمه شايفها في السماء، ده الحب. والزواج هو الحفره التي يقع فيها، ما انت باصص فوق فتقع حفره. والزواج هو الحفره التي يقع فيها. طبعا ممكن اختلف او اتفق مع كلماته. البغض وانتقام الجبال، دي كلمات برناردو شو. زي ما قلت فكرة بقى حل مشكلات الحياة وحل معضلات الحياة، سواء بقى وانت بتشرب فنجان من القهوة، طب ما انتوا عندكوا السورس، يعني الأزهر عنده السورس، وبتقول له أزهر بقى له 1000 سنة،
ما حلناش مشكلة مصر دي، مشكلة العالم العربي دي، مشكلة العالم الإسلامي دي، ليه احنا عاملين نتدحضر والشيوخ موجودين بدل مشكلات العالم موجودة بس بنصدر فتاوي؟ مش فاكر كان في فتوى غريبة كده أسامة الأزهري كان بيصدرها امبارح، بيسألوه في حاجة غريبة كده مش فاكر. المهم يعني ايه ليه يعني، طبعا كان شيخ الأزهر طلع مرة في جامعة القاهرة ودخل في منازلة كده مع الدكتور الخشت وقال له احنا ما اقتطعناش كاوتش وما اقتطعناش مش عارف مش عارفين ايش حاجتنا وكل حاجة بنستوردها وما لكوش دعوة بالتراث. طيب دلوقتي اللي عندهم السورس قرآن تفسير، ما هو الرسول ما مشاش وسابنا كده، مش سابنا لنا دستور هو القرآن، وساب لنا مرويات وساب لنا أفعال، والصحابة من بعده سابوا لنا تاريخ. مين اللي معايا بقى السورس بتاع الحاجات دي؟ الأزهر بال 87 كلية بتوعه. ما حلولناش ليه مشاكل العالم؟ ما عملتوش ليه مراكز بحثية في كلية العلوم بدل الدولة مش عارفة تعمل أو ما عندهاش القدرة أو ما بتصرفش على الأبحاث؟ طب تصرفوا على الأبحاث العلمية بدل ما تعملوا أبحاث عن الطهارة والنجاسة ومش عارف الوضوء وتعملوا مراجع قد كده، فما تعملوا لنا أبحاث علمية عن الكاوتش اللي احنا مش عارفين نصنعه. وبعدين ما هو برضو دي المشكلة، إن دي نفس الكلمة اللي بيقولها بتوع الإسلام السياسي، كلمة برناردو شو دي، ما هو صار دعاية سياسية إن احنا عندنا حل كل حاجة. وطلع صفوت حجازي في وقت من الأوقات قال لك المجاري هتبقى إسلامية، كل حاجة هتبقى إسلامية، إزاي ما أعرفش. ففكرة إن هو حل معضلات الحياة وأنت ترتشف فنجان من القهوة، دي دعاية للإسلام السياسي، أن الإسلام مش مجرد دين للهداية والامتلاء الروحي والدعوة للأخلاقيات الكريمة، لا ده شامل كامل. ما هو معضلات الحياة إيه؟ ما هو معضلات الحياة سياسية، معضلات الحياة اقتصادية، معضلات الحياة بطالة طبية، مش فاكسين وعلاجاته، طب وصحة وتعليم وبطالة ومناخ وخرم الأوزون، دي مشاكل الحياة العالم. فالكلمة دي معضلات الحياة ومشكلات الحياة، ده دعاية للإسلام السياسي، أن الإسلام شامل. إحنا بنقول يا جماعة الديانة بشكل عام بتضع أصول، القرآن ككتاب مقدس مجمل غير مفصل، بيقول لك فكر لعلكم تعقلون لعلكم تتفكرون، بس وسايبك أنت بقى تفكر. إنما يرتشف فنجان من القهوة ويحل مش معضلات الحياة كلها، وإن أوروبا مستنية الإسلام فين؟ يعني قصدي مش دور الدين، لأن الحياة متغيرة والمشاكل متغيرة ومتطورة. احنا مش عارفين نحل مشكلة الطلاق لغاية دلوقتي، وفي خناقة بقى الطلاق المدون ولا مش مدون، ونسب الطلاق كبيرة ليه، والدنيا بايظة ليه. مش عايز نقول ان سبب المشاكل مش الدين ذاته، ولكن الفقهاء والفتاوي اللي ملهاش اي لازمة. يعني ده للأسف الشديد، يعني قصدي يعني مش عايز نقول ان هما يعني مش الدين، طبعا الدين الاساسي زي ما قلنا بيقول بيتكلم عن كلام مجمل غير مفصل، بيقول لك ما تغشوش في التجاره، تعاملوا بالحسنى، حب جارك، حب الاخيك ما تحبه لنفسك، كل الافكار الاساسيه اللي قالها الحكماء. بيتكلم عن بر الوالدين، بيتكلم عن الايثار، عن الاخوه، عن العطف على الناس، عن المحبه، عن التسامح، اخلاق كليه. انما بقى لا هيحل لك مشكله البطاله المعاصره انها مختلفه عن زمان، مش هيحل لك مشكله الفقر، مش هيحل لك مشاكل الصحية، مش هيحل لك مشاكل الاقتصاد. احنا بنتكلم عن مشاكل شديدة التعقيد. فكرة ان بقى السورس يعني الدين ده كتراث انتوا بتدعوا انه يحل كل مشكلات الحياة، طب ما تحله. انا عايز اعرف دلوقتي انا كمواطن ولا غيري كطبيب ولا غيري كمهندس ولا غيره ولا غيره ولا غيره، ناس يعيني في شغلها ومطحونة، سواء ميكانيكي طبيب مدرس مهندس، قاعدين في حياتهم العملية ما أروش في التراث، مين اللي عنده السورس؟ الأزهر. ما يقعد كده يحللنا مشاكل الحياة يا عم، مش هو بيرتشف فنجان من القهوة، قضوا 10 سنين حللنا مشاكل الحياة. بلاش مشاكل الحياة في العالم وأوروبا المستنياه، مشاكل الإسلام في مصر، مشاكل الحياة في مصر، بلاش مشاكل الإسلام في مصر، مشاكل الحياة في مصر. متراجعين، عندنا مشاكل كبيرة جدا في كل حاجة تقريبا، على المستوى السياسي والاقتصادي والتعليمي والصحي وكله على مدار التاريخ. مش يعني قصدي في حاجات كتير ممكن نتكلم عنها، يعني عندنا مشاكل كتير. فكره ان الاسلام شمولي وان هو يحل كل معضلات الحياه لا زمان ولا دلوقتي. وبعدين ايه اللي حصل في اللي انا عايز اعرف تاريخ الاسلام؟ ايه اللي حصل لما الرسول مات؟ مش اتخانقوا على الحكم؟ مش قال لهم
اعطوني ورقة يعني اكتب لكم ما تختلفوني عليه بعدي. وعمر رفض، قال الراجل يعني في اخر حياته يعني مش مركز قوي يعني معنى كلامه يعني، وقالوا رزية كل رزية، سموها رزية يوم الخميس عبد الله بن عباس، لان لما راحت لابو بكر وعمر بعد كده بعديه هم كانوا شايفينها هتروح للهاشمي هم يعني علي يعني يعني بيت النبي بشكل او باخر يعني، او بني هاشم بشكل عام يعني بني بشكل خاص بيت النبي علي واولاده من بعده او الهاشميين بشكل عام. لما راحت سموها رزية يوم الخميس، مش حصلت خناقه على الحكم بعديه؟ مش كان كل ما يقوم من سكرات الموت يقول لهم انفذ بعث اسامه انفذ بعث اسامه وما نفذوش كلامه؟ مش قال لهم لا تكتبوا شيئا بعد يعني لا تكتبوا شيئا غير القران، لا تكتبوا شيئا غير القران، وقعدوا 200 سنه ما يكتبوش لغايه ما الدوله العباسيه احتاجت للكتابه لامور سياسيه فكتبت على ايدي فرس البخاري ومسلم وغيره. في يعني انا عايز اعرف بس ايه يعني، مش هو قال لهم لا تؤبروا النخل وبعدين قال لهم انتم اعلم بشؤون دنياكم؟ انتم اعلم بشؤون دنياكم، دي القاعده الاساسيه، دي قاعده نمشيها على طول، انتم اعلم بشؤون الدنيا، الدنيا سيبها للمجتمع المدني، الدين دوره تحقيق الامتلاء الروحي الاطمئنان النفسي التصالح مع النفس اخلاق كليه، اخلاق كليه، احب جارك احب اخيك احب لنفسك ساعد الناس، الأخوة الإيثار تكافل ماشي، ادفع زكاة مالك عشان يعني الحياة يعني يبقى فيها درجة من درجات التكافل يعني بشكل أو بآخر، بقى شيء فقير لا تبيت شبعان وأخيك جامع جائع أو جارك جائع، هي دي القيم. إنها بقى السياسة الاقتصاد بقى التفاصيل، لا التفاصيل بقى سيبوها للإيه لأصحاب التخصص، واللي عايز يشارك يشارك، مش يشارك يشارك، مش يقول له لا ده انا عندي في التراث بيقول كذا، في التراث بيقول لك كلام عام، اه ما فيش غش في التجاره، ازاي بقى دلوقتي في تجاره الكترونيه وفي تجاره عاديه وفي تجاره ملكيه فكريه وحاجات كتير يعني، الفكر بقى تجاره دلوقتي، الكتب دي هل تطبع متزوره ولا ما تطبعش متزوره، امور معقده، والموضوع مش موضوع فتوى دينيه، الموضوع فيه مشكله، في مشكله في الحياه عايزه تتحل. الرجل حتى علاقة الرجل والمرأة والمعاملات الحياتية اللي اختلفت كتير عن زمان، شكل الجواز وصيغته وحاجات زي كده وتكاليفه وأعباؤه، دي مشاكل كبيرة جدا ما ينفعش تحولها لي بالتراث القديم، الدنيا اتغيرت وتقول لي ده أصل قال فلان أو قال علان، يعني أنا قصدي يعني لو هي لو مشكلة الحياة بتتحل عن طريق دين من 14 قرن، لا الدين يقول لك أساسيات عامة يقول لك أخلاقيات عامة، نتحرك احنا ازاي بقى دلوقتي؟ ده دور العقل الانساني المفكر الجمعي، مش العقل الفردي، نقعد نفكر مع بعض نتناقش مع بعض، برلمان بقى مجتمع اعلام صحافه، ده يكتب وده يقول وده يحكي وده يروي، وفي الاخر بنصل في الاخر لصناعه راي عام او لصناعه فكره او طريقه لحل المشكله. مش الدين. الدين ينمي زي ما قلنا الامتلاء الروحي، حقق الامتلاء الروحي للافراد، انما بقى ما القرية اللي هيسمع فيها واحد شيخ الأزهر ويروح يقول لك بقى برناردو شو قال كذا 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 كذا، والله أكبر هتكبره في المسجد، الناس اللي كبرت في المسجد في القرية من قرى مصر هيطلعوا يتخانقوا بعد كده، متخانقين على التراويسة وعلى الحدود، التراويسة دي يعني معرفش في حاجة اسمها حد كده بين الأرض فلان أبو إبراهيم وأرض أبو محمد، ويبدأ ساعات واحد منهم يحرك التراويسة دي سنتي في سنتي في سنتي بحيث ياخد متر من إيه من أرض أبو محمد، ويقعدوا يتخانقوا على الموضوع ده سنين، ابو ابراهيم وابو محمد وعيلة ابو ابراهيم وعيلة ابو محمد، لقوا التراويسه مش هنا لا التراويسه هنا، ويقعدوا عادات عرفيه مش عارفين يحلوا مشاكلها، مش عارفين يحلوا مشكله المجاري في القريه، مفيش مجاري في القريه، لو قعدوا اتفقوا مع بعض كده ولموا فلوس من بعض هيدخلوا المجاري، بدل الدوله ايه مقصره، الدوله بتحاول تعمل دلوقتي بس انا قصدي نفترض مقصره من زمان ما عندكش مجاري، وبعدين ساعات يروحوا حافرين البير مدخلين المجاري على الميه الجوفيه لانه مش عايز ينزح الترانش كل يوم، يعني مشاكل القريه المصريه يعني مشاكل كتير جدا، بيقعدوا يحلوا في شكل ميراث بالسنين، اللي الراجل مش عايز يدي لاخته من الارض وحاجات زي كده، مشاكل العالم ايه اللي هنحلها؟ يعني مشاكل العالم ايه اللي احنا هنحلها؟
أنا عايز أقول لك الراجل البسيط اللي سمع خطبة الشيخ في المسجد بعد نقلا عن شيخ الأزهر، وهقول لك برناردو شو قال لك وحكى لك وروى لك وفنجان قهوة وبتاع، مشاكلهم مالية الدنيا، مشاكل القرى في مصر كثيرة، لأن زي ما قال برناردو شو إن الفقر هو أس كل مشاكل. لما تبقى القرية فقيرة أو فيها 60% تحت خط الفقر، ويبدأ ده يروح يستلف من ده وده مش راضي يسلفه، ويبدأ الحقد والحسد والبغضاء والكراهية تزداد. الفقر فعلا زي ما قال، وطبعا على فكرة الإسلام قال، لما الرسول قال في أدعية الصباح والمساء اللهم إني أستعيذ بك من الكفر والفقر، يعني هو قارن بين كل حاجة وحاجة كده، فلما قارن الكفر بالفقر، فقالوا هل يستويان يا رسول الله؟ قال نعم يستويان. فالفقر اللي هو في القرية ده أس المشاكل، مشاكل البغضاء والكراهية والحسد ومشاكل كتير جدا. الناس بتبص لبعضيها وهو حاسس مش لاقي ياكل وجاره غني، يعني مشاكل كتيرة جدا في القرية، وناس كتير هجرت القرية وعاشت في المدينة عشان يستمتع بالرفاهية بعيدا عن عيون أبناء قريته. امال احنا المدن الجديدة دي كلها من الأرياف اللي احنا عايشين فيها ليه؟ ربنا كرمه راح الخليج أو راح دولة أوروبية ورجع ببعض الأموال، فمش عايز يعيش مع أقران قريته، ده يستلف منه ده يحسده ده يحقد عليه، وعايز يشتري عربية ويعيش في بيت فخم وكلامين ده. لو الكلام ده عمله في القرية، واحنا عندنا طبعا اوهام الحسد مبالغ فيها شويه بس يعني بشكل او باخر اعين الناس وحاجات كده، فبيهاجر للمدينه عشان يستمتع بالرفاهيه والعيشه الرغده بعيدا عن اعين جيرانه وابناء القريه او اولاد عمومته. مشاكل العالم ايه اللي نحلها؟ بس انا مش قادر افهم بس ربنا ايه. طب يعني بشكل عام ده موضوع حلقتنا النهارده، واتمنى ان هم محبين شيخ الازهر، وانا من محبين رجل هادي ووقور يعني، واحيانا بتكون كلماته في رمضان جيده، وساعات بعلق على بعض كلماته بشكل من الايجابيه، ولكن من حقي اختلف، من حقي اختلف، انه كان المفروض يعمل بحث ويتتبع ويعنعن الموضوع اللي هو بمعنى اصح يشوف المصدر الاساسي قال ايه بعيدا عن مصادر الدعايه الاسلاميه الكاذبه. شكرا جزيلا، ونكمل في حلقات قادمه. عنه الفيديو شيره، اشترك في القناه مش مشترك، لايك للفيديو، شكرا جزيلا.